السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا في الحلقة الثانية من الـ Advanced LabVIEW Tutorial. إن شاء الله النهاردة نتكلم على Simulation Loop. طبعا Simulation Loop مهم أو في الـ LabVIEW. هنا لو فتحنا الـ LabVIEW هنلقى هنا في الـ Control and Design مديول، هنلقى في حاجة اسمها Control Design، Control Design، وفي حاجة تانية اسمها Simulation. فالـ Control Design ده اللي أنا لسه مشاور عليه من شوية، ده بيستخدم في الـ Identify والديزاين بتاع الموديل في الـ Control System. أما الـ Simulation اللي احنا شفناها من شوية برضو بتعمل Validate للـ System أو Simulation للـ System تحت ظروف مشابهة للظروف الطبيعية بالظبط. طبعا الموديل احنا قلنا ممكن يتقسم Linear و Non-Linear و Discrete Continuous. هي بتقدر تعمل Simulation لكل الموديل دي اللي هو سواء كان Linear أو Non-Linear أو Discrete أو Continuous. Simulation Loop ده شكلها بجيبها ازاي. نروح لاب فيو، كليك يمين، بعد كده كنترول اند ديزاين، بعد كده سيميوليشن، بعد كده سيميوليشن لوب. اول واحده فوق اهي، بنضغط ونسحب، بعد كده نسيبها. بيبقى ده شكلها، بتكون من ثلاث اجزاء. الجزء اللي على الشمال ده اسمه الانبوت نود، الجزء اللي في النص اللي هو الخاص بالسيستم اللي انت بترسمه، ده الجزء الاخير ده خاص بالاوتبوت نود. الانبوت نود ده خاص بالبارامتر بتاعت مين؟ سيميوليشن لوب. اما المين لوب احنا قلنا ايه، بحط فيه سيستم اللي انا عايز اعمله سيميوليشن. الاوتبوت مود ده خاص بالايرور، يعني الاوتبوت مود ده لو في ايرور هو بيوضح لك ان في ايرور ولا لا. اما الانبوت مود ده خاص بالبارامتر، هنشوفها دبل كليك عليها كده هتديك اتنين بارامتر، سيميوليشن بارامتر وتايمينج بارامترز. هنعرف دلوقتي الكلام ده بالتفصيل. ممكن انا ضغطت دبل كليك او كليك يمين كده واقول له بروبرتيز من هنا، تمام، ويطلع لي نفس البتاع. في حاجات مهمه من ضمنها في السيميوليشن، حاجه اسمها السيجنالز اللي خاصه كانبوت. نشوف شكلها في هنا، كليك يمين كده واقول له كنترول اند سيميوليشن، بعد كده سيميوليشن. في حاجه اسمها سيجنال جينيريشن، لو انت عايز ستيب او بلس او رام او جينيريتور عاده او ساين او سيميوليشن تايم واندكسر. طبعا احنا بنتعامل مع الستيب والبلس والساين ويف. خلاص، لو انا سحبت الساين ويف كده حطيتها هنا، بعد كده الساين ويف وليكن انا عايز اكملها، كنترول اند سيميوليشن، بعد كده اقول له سيميوليشن. طبعا انا عايز اكملها هقول له هنا اضغط على حاجه اسمها لينير سيستم، هقول له انتجريتور، في ديريفاتيف هنا، في ديلي. طبعا في حاجات كتير هسيبكم تتصفحوها، لو انت عايز تكامل تجيبها من هنا. يبقى لو انا عايز تكامل تفاضل الحاجات دي اجيبها ازاي؟ كنترول اند سيميوليشن، بعد كده سيميوليشن، بعد كده كونتينوس لينير سيستم، بعد كده ده الانتجريتور والديريفاتيف. اما لو عايز ترانسفير فانكشن اضغط على دي هنا، انتجريتور عايز اكملها، انا وصلتها كده. لو انا عايز اطلع القيمه دي على جراف، طبعا في الكنترول اند سيميوليشن برضو سيميوليشن جراف يوتيليتيز، حاجه اسمها سيم تايم ويف فورم، ده خاص بيعمل سيميوليشن للاشاره اللي جايه من مين؟ من ترانسفير فانكشن. طبعا ده مش جراف عادي، لا ده مخصص للمين؟ لداله السيميوليشن. كنترول بي هنا اوصل ده زي ما انتم شايفين كده، ادي الجراف عندنا. انت بتعمل ران، هي دي بتعمل سيميوليشن لفتره زمنيه معينه، وليكن انت الانيشال 0 والفاينل 10 سكند، يبقى هتعمل سيميوليشن لمده 10 سكند. يبقى عرفنا سيميوليشن تايم ده خاص بمين؟ بالزمن اللي هيعمل بيه سيميوليشن. هنعمل سيميوليشن كده، بصوا كده. طبعا الساين لما تكملها تطلع كوزاين، هتلقى مش مظبوط او متكسره شويه، دي سببها ايه؟ هنا لما تختار التفاضل او طريقه حل المعادله التفاضليه، لان اي حاجه جوه سيميوليشن لوب تعتبر معادله تفاضليه، فدي طرق حل المعادله التفاضليه. طول ما تعلى بالرانك كده لتحت يديك حل افضل. لو اخترنا رانك كوتا واحد اللي هو اويلر، اقول له كده ران، تعال نشوف الفرق. هنا ده طريقه اختيار حل المعادله التفاضليه، كل ما انزل لتحت هيبقى افضل طبعا. خلاص، الستيب سايز اللي هي خطوة التكامل أو التفاضل اللي بيعملها. طب وليكن مثلا خدنا هنا واحد، تعال نشوف كده إيه اللي بيحصل. إيه رأيكم؟ هنا مش كويسة لأن الستيب كبيرة،
خلاص، وطبعا انت واخد اقل اوردر لحل المعادله التفاضليه اويلر. خلاص، طب لو خلينا الستيب مثلا نص نشوف ايه اللي يحصل. بصوا كده ساين، بس مش بيور ساين كده، متقطعه عامله زي البالسز بالظبط. لو جينا خلينا دي هنا مثلا ربع، بصوا كده الزمن اللي هو من 0 ل 10، الزمن اللي انا كنت حاطه من شويه هنا ايه يعني اتحسنت شويه. لو خليناها 1 من 10، اوكي الساين اتحسنت بكتير. ايه اللي فهمناه من هنا؟ ان كل ما الستيب سايز تقل هو كده بيدي دقه احسن. غير كده كل ما انت تختار السولفر بتاع حل المعادله التفاضليه كل ما اختاره اعلى كل ما يديني حل افضل. طبعا مش قوي هنا بسبب ان انت مستخدم داله بسيطه ساين. خلاص، بس طبعا مع الانظمه المعقده لازم تختار مين الاوردر بتاعك يبقى اعلى شويه. تمام، ده خاص بمين؟ بالبارامتر اللي هو بتاع التايم، والبارامتر بتاع حل المعادله التفاضليه، والستيب سايز. في حاجه كمان تحت اسمها ديسكريت تايم ستيب. لو السيستم بتاعك ديسكريت بتختار الستيب بتاعته، هنا بتشيل الاوتو وهوتو، ده السيستم نفسه اللي بيختارها او الكمبيوتر او اللاب فيو. لو شلناها انت تقدر تحدد الستيب بتاعتك هتبقى كام. طبعا احنا هنصغر، هو خلاها 1 من 100 حلوه قوي. هنا هنستخدم اويلر مناسبه جدا ما فيهاش مشكله، وديسكريت طبعا دي هنرجعها زي ما هي مش هنستخدمها اصلا. هنقول له اوكي، تعال كده نرسم. طلع ساين، الساين لما كملها طلع كوزين، مفيش مشكله، طلعت كوزين بالسالب طبعا لان هي بادئه من السالب تحت. بصوا كده هو بيطلع الرسمه كلها في الاخر، في النهايه بعد ما ياخد ال 10 سكند بتاعته بيطلع الرسمه كلها مره واحده في الاخر زي ما احنا شايفين. اعمل رن كده، بصوا كده بيطلع الرسمه مره واحده. تمام، طيب لو انا ضغطت كده دبل كليك هنا كده، في حاجه اسمها تايمنج بارامتر. ايه التايمنج بارامتر ده؟ ان انا اعمل سنكرونايزيشن مع سيميوليشن. ايه معنى الكلام ده؟ بصوا كده اضغط على سنكرونايز لوب واقول له مثلا تعالوا بصوا معايا كده، انت مستخدم دي كام؟ 1 من 10. 1 من 10 سكند يعني كام ملي؟ يعني 100 ملي. 1 من 10 سكند يعني 100 ملي. طيب نروح للتايمنج، بيقول لي هنا التايمنج سورس، انت عايز تعمل سنكرونايزيشن التايم سورس، هيبتدي السيميوليشن يبقى بطيء شويه، بس السورس هيبقى كام؟ الكريستال اللي هيشتغل بيها هنختار مثلا وليكن 1 كيلو هرتز، ده السورس بي 1 كيلو هرتز اهي. البريود 1 كيلو هرتز، يبقى الزمن كام؟ مقلوب التردد هيبقى 1 على 1 كيلو هرتز، يطلع 1 ملي سكند. 1 ملي سكند لو انا ضربتها في 10، 1 ملي سكند ضربت البريود في السورس يديني كده 10 ملي سكند. تمام، 10 ملي سكند. بقى البارامتر هسيبها زي ما هي، اقول له اوكي تعال كده نعمل رن. بصوا كده ركزوا هنا ايه اللي بيحصل. بصوا كده بيرسم كل 1 من 10 سكند اللي هو كل كام؟ 100 ملي. طيب تعال كده هنا اتفقنا ان هي 1 من 10 يبقى 100 ملي. طيب تعال نظبط دي على 100 ملي، يعني دي 1 كيلو اللي هي 1 ملي اضربها في 100 يديك 100 ملي. يعني كل ستيب سايز بياخدها البرنامج هو بيكامل في نفس التوقيت هيعرض القيمه بتاعتها. طب نعمل اوكي كده، بصوا كده بيبتدي يكمل خطوه خطوه، كل ستيب كل ستيب بيظهر الناتج بتاعها على الشاشه. اعتقد الفكره وصلت كده. قلنا ما زال هنا القيمه 100 ملي سكند، لو خلينا دي 1000 كده، 1000 اضربها في 1 ملي يديك 1000 ملي، يعني 1 سكند، يعني هو هيعرض النتيجه على الشاشه كل 1 سكند هيعمل ابديت. تعال كده بصوا كده هيغيب كل 1 سكند يطلع لك جزء من الكيرف، كل 1 سكند يطلع جزء من الكيرف وهكذا. اعتقد الفكره وصلت. نعمل ستوب، نرجع دي زي ما كانت، نشيل سنكرونايزيشن كده. ايه اللي متوقع يحصل؟ كده متوقع ان هيستخدم سرعه البروسيسور بتاعت الجهاز الماكسيمم بتاعها. فانا لما اعمل رن كده هتلاقي فيمتو سكند طلع الناتج. خلاص، لان هو اعتمد على الكلوك سورس بتاعه اللي هو البروسيسور بتاع اللاب. طبعا هنا لو انت عايز تعرض الاشاره اتفقنا بتجيب ايه؟ كنترول اند ديزاين، بعد كده سيميوليشن، بعد كده جراف يوتيليتيز، بعد كده سيم تايم وفور. طيب
عايز اصمم الشكل ده. هناك في الفيديو اللي فات كنا بنصمم ترانسفير فانكشن بايدينا، هنا في ميزه حلوه في سيميوليشن لوب ان هي ترانسفير فانكشن بتحطها بلوك كامل وتقدر تصممها في خطوه واحده. تعال مع بعض كده نشوف ممكن نكبر ده. هنيجي لكنترول اند سيميوليشن، اقول له سيميوليشن، بعد كده كونتينوس لينير سيستم لان ترانسفير فانكشن تعتبر لينير، اقول له ترانسفير فانكشن، اجي احطها هنا دبل كليك عليها كده هيفتح لي ويندو كده عادي خالص، هيقول لي ادي اختار ترانسفير فانكشن. هنا بيديني ايه؟ بيقول لي ايه؟ هنا سنجل انبوت سنجل اوتبوت اللي هي السيسو خلاص، او مالتي انبوت مالتي اوتبوت. احنا هنختار سنجل انبوت سنجل اوتبوت. لو انت اخترت ميمو هتلقى الجزء ده اتفعل. بص كده بيقول لك الانبوت رقم كام؟ واحد. الانبوت رقم اتنين، الاوتبوت رقم واحد، الاوتبوت رقم اتنين، ويديك مصفوفه حتى الجي اوف اس ما تبقاش واحده، تبقى عباره عن مصفوفه. طبعا احنا هنستخدم ايه؟ السيسو. هتلاقي الجزء ده اوتوماتيك حصل له ديسيب. فاكرين هناك قلنا ان ترانسفير فانكشن البسط والمقام، ادي البسط بتاعك وادي المقام، كنت بترتب الارقام ايه؟ صح تصاعدي. نبدا وليكن بي 0 تبقى بواحد، بي 1 تبقى وليكن 2، يبقى دي متوقع المعادله تبقى ايه؟ 1 زائد 2 اس. خلاص؟ لما اضغط بره كده بص هو عمل لك ابديت للبسط. طب نيجي للمقام، وليكن هتبقى اس تبقى 1 زائد 5 اس زائد 10 اس تربيع، لان اتفقنا مين تصاعد. خلاص؟ اهو زي ما توقعنا، يبقى انا عملت ترانسفير فانكشن اللي انت عايزها. بس خلي بالك هنا لازم البسط يبقى مفكوك قوس واحد والمقام مفكوك قوس واحد، يعني لو البسط او المقام عباره عن حصل ضرب قوسين او اكتر من قوسين لازم تفكوه، لازم يتفكوا. وهنبه تاني الترتيب هنا تصاعدي، لان انت شغال فين؟ جرافيكس. اقول له اوكي مثلا. خلاص؟ طبعا هنا هو كاتب اتش اوف اس، انا عايز الشكل او البلوك اللي انا كنت كاتبه جوه، اشد كده تلقى البلوك يظهر اهو اللي انا كتبته جوه يظهر. لو انا عايز اعمل ايه؟ اعمل كلوزد لوب سيستم، اجيب ايه؟ اقول له كنترول اند سيميوليشن، اقول له سيميوليشن، بعد كده سيجنال ارثماتيك، واجيب علامه السبمشن دي هنا اهو. تمام؟ هجيب الريفرنس بتاعي، الريفرنس وليكن ستيب سيميوليشن سيجنال جنريشن، ادي الستيب بتاعتي احطها هنا، دي ستيب كريفرنس، راح ادخلها كده. طيب الاوتبوت عندي انا عايز اعمل له ايه؟ فيدباك كده بالماينس. انا لو وصلت ده هنا مباشرة يبقى كده انا عملت كلوز دي مين؟ كلوز دي. طيب لو انا عايز اعمل كنترول، الكنترول معادلته كالاتي. اول حاجة الاشارة الايرور ده عبارة عن الريفرنس ناقص الميجرد اوتبوت، يعني الاشارة اللي هتطلع من هنا اللي يساوي، بص كده هتلقى هنا مكتوب موجب ماينس يساوي، يساوي يعني ده الناتج. فالاشارة ستيب داخلة بالموجب والفيدباك راجعة بالسالب، يبقى الخارج اللي هنا بتاع اليساوي هو من الايرور اللي هو الريفرنس ناقص من الميجرد اوتبوت. طيب لو خدت الاشارة دي الاي دي ضربتها في المعادله بتاعه البي اي دي اللي هي كي بي زائد كي اي في التكامل زائد الكي دي في التفاضل، المعادله دي كلها على بعضها لو ضربتها في الاول اديك مين؟ اليو بي اي دي الخاصه بالبي اي دي كنترولر. نيجي هنا عايزين ايه؟ كنترول اند سيميوليشن، هنجيب الجينز الخاصه بمين؟ الخاصه بالبي اي دي. ادي جين، ادي واحد، علم عليه كده كنترول سي كنترول في، وعلم تحت كده كنترول في كمان. طب المعادله دي كلهم هجمعهم، بس خلي بالك الكي بي زي ما هي، يبقى انا هسمي ده كي بي كي بي، ده كي اي كي دي. الاولاني هدخل زي ما هو، التاني ده هيحصل له تكامل، التاني ده كي اي هكمله، يبقى انا اجيب البلوك بتاع التكامل والبلوك بتاع مين؟ التفاضل. يبقى سيميوليشن سيميوليشن كونتينوس. طبعا انت لو الويندو دي هتحتاجها كتير بالت دي هنا، ممكن انت تثبتها من الرمز اللي طلع من شويه تضغط عليه. انا عايز البلوك احطه هنا، ادي البلوك الاولاني التكامل، كمان عايز التفاضل مع البارامتر الثاني، واجي هنا واجي هنا واجيب سبمشن كمان، ممكن اخد ده كنترول سي، اجي هنا كنترول في. طبعا الناتج ده هيروح فين؟ هيروح للترانسفير فانكشن. هنا انا محتاج الثلاثه اجمعهم، اغير الاشاره دي ازاي؟ موجب اهي، اضغط هنا ضغط يديني موجب، اضغط هنا ضغط يديني موجب، يبقى عندي هجمع الثلاثه مع بعض. لو ضغطت ثاني يديك سالب، هرجعها موجب تاني، التلاته موجب، اخد ده اجمعه هنا، واخد ده احطه هنا، واخد ده هنا، تمام؟ طبعا التلاته دول جايين من فين؟ من الايرور، ادي اشاره الايرور اللي جايه من هنا، الاشاره التانيه، وادي الاشاره التالته.
ممكن انا اسمي الاشاره دي هنا كده دبل كليك على الشكل واكتب حرف اي هنا كده، انا كتبت حرف اي دبل كليك كده وبعد كده اكتب مباشره في سهم بيطلع كده، انا ممكن ايه سهم ده اشده اثبته على الخط ده كده، هو عارف ان الخط ده اسمه اي، فانت لو حركت الاي كده بص حركها في اي مكان متثبته مع السهم، وممكن اكتب هنا يو اللي طالع من السيستم واجي السهم ده اشده كده واثبته على ده، يعني دي اللي طالع يو. الكلام ده مش هيأثر مع السيميوليشن طبعا لان دي تكست مش اكتر. لو رحنا للفرونت بانل مش هنلاقي حاجه هنا، مفيش حاجه موجوده اصلا. طيب لو انا عايز اليوزر هو اللي يدخل الكي بي والكي اي والكي دي اعمل ايه؟ كده هي كام كونستنت اهو، واحد ممكن تكتب ايه اتنين، تيجي هنا تقول له اتنين انتر هتلاقي القيمه اتغيرت بقت كام؟ اتنين فوق اهي، كي بي اتغيرت بقت باتنين. طيب انا عايز اليوزر هو اللي يدخلها اعمل ايه؟ هنا هنا بدل ما دايلوج بوكس احولها تيرمينال. ايه تيرمينال؟ يعني اليوزر هو اللي يدخل القيمه من بره، اقول له اوكي. ايه الفرق؟ افتح الكونتكست هيلب علم هنا، هتلاقي هنا في كام طرف؟ ثلاثة، الانبوت والاوتبوت والجين اللي هو قيمة الكونستانت، حتى بقيت كي ما بقيتش واحد، بص كده بقيت كي. تعال نقف على الكونتكست هيلب هنا، يقول لك انبوت اوتبوت وهنا عبارة عن كونستانت، على الرغم ان انا اخدها كوبي، لكن لما انا غيرت في الاختصاص بتاعتها بقي في طرف زيادة طلع لي، اسمه طرف الجين. فانا اجي هنا ايه؟ اقف كده هنا اهو، بحيث ان العلامة تظهر فوق ان انا واقف عليه صح، كليك يمين، كرييت، انا عايز اليوزر يدخله يبقى كنترول كانبوت واسميه ده ايه؟ واسميه كي بي. نفس النظام هكرره مع التاني، اقول له هنا هستخدم تيرمينال، اقول له انتر او اوكي، بعد كده كليك يمين اقول له كرييت كنترول، اقول له ده كي اي، واجي هنا دبل كليك عليها اقول له تيرمينال كي كرييت كنترول كي دي. ايه اللي حصل هنا؟ تعال نشوف كده الفرونت بانل، هتلقى فيه ثلاث مين حاجات هنا كده ظهروا لي اللي هم الكي بي كي اي، هاخد الكي دي تحتهم، طبعا هي كي دي 2 انا هخليها كي دي بس، بص كده على الرغم ما غيرت الاسم هنا هتلقى اتغير هنا اوتوماتيك برضه كي دي اي، طبعا هنا القيم كلها كونستانت واحد. لو انا عايز ارسم الاشاره الانبوت مع الاوتبوت، الانبوت انت مستخدمه كستيب، نقول له هنا اري بيلت اري اهي هنا دي، عشان انا في اوتبوت من هنا وكمان عايز ارسم الانبوت معاها خلاص. طبعا هنا بيديك شكل واحد فانت تقف عليها كود وتشدها، تشدها تطلع شكلين بس، تروح انت واخد الاولاني هنا ده هيرسم الاوتبوت. ده لو انا عايز ارسم اكتر من كيرف على نفس الجراف، واجي هنا اروح جايب مين الانبوت خلاص. ما ننساش بعد كده عايز ارسم مين، اجيب الجراف الخاص بالموضوع ده يبقى سيميوليشن جراف يوتيليتيز، بعد كده اقول له ايه سيم وفور، كل حاجه جاهزه. نروح نعمل ايه كده بعد كده؟ نغير القيمه دي. انت ستيب الستيب هنا بيديك ثلاث قيم، بيقول لك الانيشال فاليو 0 هنا يعني بادئ من 0، الفاينل فاليو يعني القيمه النهائيه تبقى 1 ولا 10 ولا 20، ستيب قيمه كونستانت. الستيب تايم يعني من الزيرو للواحد هياخد زمن قد ايه عشان ينقل، هنا واخد 1 ثانيه، بعد الواحد ثانيه هيبتدي يظهر واحد. طب تعال لو كتبنا هنا ده زيرو ايه اللي يحصل؟ مباشره اهو القيمه الانيشال 0 مباشرة هينقل عندها بقيمة واحد. طبعا انت لو مسكت الفاينل هنا غيرته وليكن خليتها 10 هتلاقيها اتغيرت مين؟ 10، هتلاقي القيمة اتغيرت 10 هنا، طبعا احنا مش هنغيرها 10 هنخليها واحد. اوكي تعالى نعمل سيميوليشن كده، اجي من ويندو هنا شو فرونت بانل عشان اشوف الفرونت بانل، اعمل رن، طبعا الجراف هتلقى ظهر هنا، شده شمال كده، طبعا هنا من 0 ل 10 ليه؟ لان انت مستخدم سيميوليشن كام؟ خليها 10 او وليكن 20. شو فرونت بانل هقوله سيموليشن. هنا في مشكله، طبعا المشكله كانت في هنا اللي هو حل المعادله التفاضليه السولفر، اللي المشكله كنا مستخدمين اويلر، لازم نستخدمها ايه لانج كوتا 23 او 24 مفيش مشكله. هاجي هنا فرونت بانل واقول له رن، طبعا انا عملت رن هخلي دي هنا مثلا واحد واحد، نشوف ايه اللي هيحصل. بص كده هنا القيمه اللي طالعه من 10 ل 20، اغير القيمه دي ازاي؟ اخليها تطلع كلها كليك يمين، بعد كده اروح اكس سكيل، بعد كده بروبرتيز، واخلي هنا مثلا اقول له ايه من 0 ل 20. اوكي طلعت القيمه كلها اهي، ما وصلش للستيدي ستيت، فانا عايز اشوف الستيدي ستيت، دبل كليك كده اخليها مثلا 50 هنا،
بعد كده اقول له ويندو فرونت بانل، بعد كده اقول رن تاني. طبعا انا هستخدم سرعة البروسيسور كاملة هنا اهي من 30 ل 50 اللي هو 20 قيمة اللي انت كنت محددها. روبرتز اكس سكيل روبرتز، هقول له بعد كده ايه من 0 ل 50. اوكي هات الاعراض من 0 ل 50 زي ما انت عايز. تمام، طبعا انت مستخدم بي اي دي كنترولر. لو حطيت الكي اي هنا ب 0 والكي دي ب 0 كده هو بي بي كنترولر. بس تعال نشوف كده البي كنترولر، ادي الستيب بتاعتنا اللي هي الواحد بالخط الاحمر ده، وده الاوتبوت بتاعي باللون الازرق. فبالتالي في ايرور هنا لان انا شغال كي بي. انا اخلي دي بقى 10 مثلا، هقول له ران، هتلاقي بص كده بيقترب من الريفرنس بس مازال في ايرور. ده مشكلة البي كنترولر. طب نضيف البي اي، نحط ده مثلا واحد، ران، بص كده شال الستيدي ستيت ايرور، شالها هنا طبعا، بس هنا الريسبونس بطيء شوية. ممكن اخلي دي 10 مثلا، زود كده بص كده الريسبونس بي سريع شوية بس بي اوفر شوت. طيب اللي اضيف الدي تيرم مثلا، احط ده مثلا ب2، شوف اللي يحصل. خلي بالك في اوفر شوت هنا، بص كده اخلي دي مثلا ب5. تمام، وهتقعد تغير وتلعب في الكام براحتك. اتفقنا لو انت عايز البي كنترول بس حط 0 0 هنا، اكنك بتلغي الترم ده. لما تحط 0 الجزء ده اتلغى، و0 الجزء ده اتلغى، بي كنترولر بس. لو عايز بي اي هتحط قيمه هنا وهنا وتلغي ده. لو عايز البي اي دي بتظبط الثلاث قيم. طبعا في طريقه عمليه لظبط القيم دي هنعرفها بعدين، بس يهمني ان انت ازاي تصمم بي اي دي كنترول على السيستم، وارسم الاوت مع الريفرنس عندي على مين؟ الو فورم شارت. بس ما تنساش تعمل بيلت ايه اري. بتجيبها ازاي؟ كليك يمين، بعد كده تروح لاري بيلت اري عشان اقدر ارسم اكتر من سيجنال على نفس الجراف. يعني لو في اشاره ثالثه كمان عايز ترسمها مفيش مشكله، شد كده يديك ايه الاشاره الثالثه هنا او الرابعه او الخامسه بناء على العدد اللي انت عايزه. انا عايز اشارتين بس، فراح اخلي دي اتنين بس. طبعا لو ايه الترانسفير فانكشن عندنا عباره عن كذا بلوك في بعض، يعني ايه مثلا عايز اضيف بلوك تاني وليكن ترانسفير فانكشن تاني اهي، كنترول ديزاين سيميوليشن لينير سيستم، عايز اضيف ترانسفير فانكشن تاني وليكن هتبقى واحد على اس، واحد على اس زائد او 2 اس زائد 1. فطبعا ده الحد المطلق، وهنا هخلي دي 2 عشان تبقى 2 اس، هتبقى كده 2 اس زائد 1. اوكي طبعا هنا لو ما ظهرتش هتشد شويه عشان تظهر. لو هنا هي، لو انا عايز احطها هنا امسح دي واجي هنا اوصلها. طبعا بص كده دي ترانسفير فانكشن، دي ترانسفير فانكشن. هنفتح كونتكست هيلب، هنقف عليها كده، هيبقى عندك كام طرف الانبوت على الشمال. بعد كده بيقول لك ان الطرف اللي فوق ده الاوتبوت، الطرف اللي تحت اللي هو الستيت الاكس، يعني ده فيرست اوردر هيطلع اكس بس، اما ده سكند اوردر يطلع اتنين ستيت. فالاكس اللي طالع هنا تبقى فيكتور. شو فرونت بانل، ينفع تعمل رن من اي مكان. شفت كده ايه الموضوع اتغير شويه بيك ايه ثيرد اوردر. طيب همسح ده كنترول بي، وليكن عندنا ترانسفير فانكشن بالشكل ده. او نشوف الباوربوينت مفيش مشكله. بص كده هنا دي ترانسفير فانكشن ودي ترانسفير فانكشن. ممكن كمان تحط هنا نون لينير اليمنت زي ساتوريشن زي الديد زون زي ما انت عايز كده. كليك يمين كنترول اند ديزاين، بعد كده سيميوليشن، بعد كده تروح نون لينير سيستم، وتروح ايه في الباكلاش ديد زون اي جزء انت عايزه كده، زي مثلا نقول ايه الساتوريشن، تروح حطه هنا كده بتظبطه وتحطه هنا وتوصل. دبل كليك كده بيقول لك ان هو بيعمل ايه اللو ليميت والابر ليميت. طبعا هيبقى سالب 5 و5، ممكن انت تغيره تخليه سالب 2 و2 بناء على الجزء اللي انت عايزه، او ممكن تخلي الاولاني سالب 2 والتاني 5 براحتك. ده لو انت عايز ايه يبقى كونستنت، لكن ممكن تقول له تيرمينال يعني تخلي اليوزر هو اللي يتحكم فيها وتوصلها عادي، يبقى نون لينير تيرمو وتشتغل عادي خلاص ما فيش مشكله. نروح بعد كده ترانسفير فانكشن لو فيها ديلي. طبعا احنا شرحنا الكلام ده كله، تعالوا نشوف تاثير الاوبن لوب وتاثير كلوز لوب مع الديستربنس. وليكن انا عايز اعمل الترانسفير فانكشن بالشكل ده، 2 اي اس سالب اس على 10 اس تربيع زائد 15 اس زائد 1. دي اصلها ايه؟ عباره عن قوسين مضروبين في بعض، فانا فكيتهم طبعا. يا اما تاخد دي تاخد 1 2 مع القوس الاولاني وبعد كده 1 مع القوس الثاني، يبقى عندك 2 ترانسفير فانكشن تضربهم في بعض عادي خالص، بلوكين في بعض، او ممكن انت تضربها يدويا وتطلع الناتج ده. طيب
دي ما فيش مشكله في تمثيلها. 2 اي اس سالب اس، الاثنين ده كونستنت ما فيهوش مشكله. اي اس سالب اس دي امثلها ازاي مع ترانسفير فانكشن او مع في اللاب فيو؟ طبعا اي اس سالب اس دي معناها فيها ديلي، دايما الداله بتاعت ديلي تبقى اي اس سالب اس تي، بحيث التي هو الزمن، يبقى هنا التي تطلع بكام؟ هنا تطلع بواحد، يعني الديلي هنا بمقدار واحد. يبقى شيل الجزء ده خلاص واعتبره مش موجود، قول 2 على 50 زائد 15 وبعد كده واحد. نحط ترانسفير فانكشن اهي اللي هنا، احنا قلنا البسط 2 بعد كده 50 15 1 50 50، يبقى هنا دي 15 1. اوكي بص كده 50 15 1 زي هنا بالظبط. يبقى دي ترانسفير فانكشن، اقول له اوكي. المشكله في الديلي، هنا ما فيش مكان احط فيه الديلي مع ترانسفير فانكشن، بنجيبها من فين يا حضرات؟ بنجيبها كنترولر سيميوليشن، بعد كده سيميوليشن، بعد كده لينير، برضو جزء لينير ترانسبورت ديلي، اروح حطه هنا بعد ترانسفير فانكشن. طبعا انت حطيت على الخط للاسف ما توصلتش، يبقى لازم تمسح الخط الاول او الواير. وصلنا اهو، اتفقنا هنا الديلي هيبقى بكام؟ اي اس سالب اس تي، التي هي زمن الديلي، يبقى هنا بواحد، لان ما هو بكام؟ بواحد. فنيجي هنا كده دبل كليك عليه ونقول له ايه؟ انيشال فاليو بواحد خلاص، والديلي والماكسيمم اقول له انيشال بواحد. طبعا هنا عن طريق دايلوج بوكس ممكن انت تخلي اليوزر هو اللي يدخلها من بره، تقول له خليها تيرمينال. اوكي تعال كده الفرونت بانل، بصوا كده هنلاحظ الفرق دلوقتي. طبعا الرسمه دي قديمه، طبعا السيستم بي ايه؟ انستيبل، ان في ديلي خلاص. فممكن انا اصغر دي واحد واصغر دي واحد واعمل كده رن، بصوا كده السيستم بيقلب انستيبل، اصغر دي كمان اخليها نص، وهكذا وهكذا. انت تقعد طبعا هتظبط الكنترولر، في طرق لتظبيط الكنترولر ان شاء الله هنعرفها بالتفصيل. زي ما انتم شفتوا كده هتلاقى في ديلي في الاول 1 ثانيه، يعني الاوت مش هيطلع مباشره، لا ده بيستنى 1 ثانيه الاول زي ما احنا شفنا كده. لو انا هشتغل اوبن لوب الترانسفير فانكشن احنا رسمناها، هنحط هنا ستيب مع ديلي 1 سكند طبعا عشان هو واحد، وهناخد ده كمان عباره عن ده السيستم الطبيعي بتاع ديستربنس، برضو دي ديستربنس هيبقى داخل عليها ستيب وترانسفير فانكشن هي والديلي نفس الديلي، وهجمع الاثنين على بعض واطلعهم على الويف فورم مين تشارت. هنظبط نخلي الماكسيمم ستيب سايز بواحد، ودي هتبقى 1 من 100 طبعا، هنستخدم رانج كوتا 23. في حاله الاوبن لوب هتلقى اصلا الاوتبوت بتاعك مش طبيعي، يعني رسمه الاوتبوت مش طبيعيه. هتعمل ايه؟ هتخلي الستيب مره هنا واحد ومره هنا زيرو وتشوف الاوتبوت، وتخلي مره الريفرنس زيرو وهنا تخليها بواحد وتشوف الاوتبوت. بمعنى تخليها ازاي؟ بواحد مره بواحد مره بزيرو، هنا قلنا الفاينل فاليو هنا بواحد هتبقى كده بواحد. اوكي لما هتيجي تكرر الجزء اللي فوق تخليه هو المره دي بزيرو وتعمل ران، الجزء اللي تحت هنا هيبقى بواحد وتشوف الاوتبوت. المره الثانيه بقى هتخلي ده زيرو، تخلي ده زيرو، يعني كلمه زيرو كانبوت او ريفرنس يبقى هو مش داخل حاجه زيرو، والجزء اللي من فوق اللي هو الخاص بالديستربنس هتخليه بواحد وتشوف الاوتبوت خلاص. هتلقى طبعا الاثنين اوتبوت متشابهين في الحالتين، بس معنى كده ان الديستربنس اصلا بتاثر على السيستم بطريقه كبيره. هنعمل ايه هنا؟ هروح احنا نعمل كلوز لوب على السيستم الاصلي، لان الاوتبوت طالع من هنا، واعمل كلوز لوب اهو. اما الجزء اللي فوق ده مين ديستربنس، انا هكرر الجزء ده كنترول كوبي كنترول في، هنا انا همسحها كنترول في، اجيب سميشن بسرعه كنترول اند سيميوليشن، بعد كده ارثماتيك جمع واجمع الاثنين، بعد كده دبل كليك كده اخلي دي موجب او ما استخدمش دي اصلا، خلي اللي فوق موجب. اوكي بعد كده اجي هنا، ده الاوبن لوب سيستم بتاعي عادي خالص. طبعا هنا في ديستربنس هتتاثر برضو على السيستم خلاص. واخد القيمه ايه هنا؟ اخلي دي مره ايه؟ اخلي دي مره بزيرو. اوكي لا اخلي المره دي بواحد، الانيشال فاليو زيرو اما الفاينل فاليو هي اللي بواحد. طبعا ايه انت تضغط كده هتديك الشكل هنا، فعلا عندي الزيرو قلب واحد يبقى كده صح. تقول اوكي والقيمه فوق هنا بزيرو، يبقى الديستربنس ملقاش تاثير، هو اوبن لوب عادي خالص. شو فرونت بانل ده مين؟ الجراف التاني، ده الجراف التاني، ده اللي احنا هنشتغل عليه. سيبك من السيستم اللي فوق، نعمل ران. بص كده ان انت عامل ستيب يعني المفروض يبقى بواحد. انا مش راسم الانبوت هنا، عايز ترسم الانبوت اعمل ايه؟ بلت اري، خد الانبوت معاك في الرسم، اصلا الانبوت عندك بواحد، شوف كده الاوتبوت طالع بايه؟
نيجي هنا، حتى بص هنا الكيرف بزيرو، يعني انت مخليها بزيرو دي بواحد. تعال نعكس، لما نعكس هتلاقيها برضو يديك نفس الشكل لما تخلي دي زيرو، لان الاثنين متشابهين هيديك نفس الخارج. لما الريفرنس بتاعك يبقى زيرو، الريفرنس هنا يبقى زيرو، ده القيمه دي تخليها زيرو، هتلقى المنحنى بقي زيرو على طول الفتره، والديستربنس اللي جايه هتخلي ليها قيمه، يبقى تخلي دي بواحد. كده انت الريفرنس بزيرو، المفروض المتوقع الاوتبوت يبقى بزيرو، فالريفرنس بزيرو لكن في ديستربنس على السيستم. تعال نعمل رن كده ونشوف. شوف فرونت بانل هتلقى نفس الكيرف، لان ترانسفير فانكشن كل حاجه متكرره، فمعنى كده ان رغم الريفرنس بزيرو الاوتبوت المفروض يطلع بزيرو، لكن كده في اوتبوت. طب تعال كده نعمل كلوزد لوب مع كنترولر. كلوزد لوب اتفقنا هناخد من هنا، من هنا الاوتبوت النهائي، مش من هنا، لا الاوتبوت النهائي بعد ضغط الديستربنس. نيجي ناخد دي كنترول سي، نيجي هنا كنترول في، نيجي نوصل الانبوت هنا، نيجي دبل كليك هنا نلغي دي ونخلي دي بالسالب طبعا عشان هناخد فيدباك من هنا. تقف على الخط كده او الواير لغايه ما الشكل يتحول لمين؟ للعلامه اللي قدامنا دي. بعد كده اوصل هنا، تعمل بي اي دي زي اللي فوق، او ممكن هنا تيجي بلوك جاهز كده كنترول اند ديزاين بي اي دي هنا، شايفين الشكل ده؟ يا اما تروح للسيموليشن بعد كده كنترولر تختار بي اي دي تيجي توصل كده، ده البلوك اللي هو فوق. بس المشكله هنا ان انت كنت بتحط الكي بي والكي اي والكي دي، لا هنا مش كي بي وكي اي وكي دي، هنا تي اي وتي دي. دبل كليك عليه كده هتلقى بص كده، طبعا هنا في كذا شكل لمين؟ للبي اي دي. دي معادله اهي اكاديميك، يعني الكي مضروبه في واحد زائد واحد على تي اي زائد تي دي مضروبه في اس، يعني الكي اللي هو الجيم البي مضروب في كل القوس ده. يبقى الكي اي عباره عن ايه هنا؟ عباره عن كي سي مقسوم على تي اي، يبقى دي كلها الكي اي. اما الكي دي الخاص بالديريفيتيف عباره عن كي سي مضروب في تي دي. طبعا هنا في انواع اكاديميك وفي بارلل، دي معادله البارلل لو انت عايزها كجينز عادي تحطها عادي ما فيش مشكله، وسيريز اللي هو ده شكلها تمام. طبعا لو انت شغال اكاديميك عشان اشتغل مع التي اي والتي دي، لو انت عايز اي حاله تانية مفيش مشكله. تعال نقول له اوكي كده، خلي بالك الكي سي دي هنا مضروبه في واحد، يعني الكي بي عباره عن الكي سي هنا، نقول له اوكي. بص كده الايرور وادي الاوتبوت. نضغط تاني، ده هنا القيمه هتحطها انت كونستانت، اللي هو بيقول لك ايه البي اللي هي الكي سي هنا بكام، تحط قيمته بواحد. الانتجرال مثلا اللي هو التي اي وليس كي اي، تي اي خلاص انا حاططها بواحد، والديريفيتيف حاططها هو بزيرو. طب انا عايز القيمه دي اليوزر اللي يحطها، اختار تيرمينال هنا البروبوشنال تقول له ايه تيرمينال، ديريفيتيف تقول له ايه تيرمينال عشان اطلع الثلاثه مره واحده بره اللي هو الكي سي والتي اي والتي دي. نقف تاني كده هتلاقي اطلع لك مين الثلاثه بارامتر بتوعك، لو مش شايفهم هقف هنا، ده البي بعد كده ادي التي اي بعد كده مين الديريفيتيف. هقف هنا اقول له كرييت بعد كده كنترول طبعا عشان اليوزر يطلع القيمه، ادي الكي سي بعد كده اقف هنا اطلع كنترول هيطلع لي هنا الانتجرال. بص كده هتلاقي الاسم مباشره بياخدها من هنا، بعد كده كرييت كنترول هيطلع لي الديريفيتيف. دي الثلاثه بارامتر اللي انا عايز اتحكم فيه تمام. الستيب هنا طبعا مع الديستربنس داخله بواحد يعني ليها قيمه. طب تعال كده فين القيم بتاعتنا؟ فين البارامتر؟ اهم دول التلات بارامتر بتوعنا، دول التلات بارامتر الخاصين بالسيستم التاني. طبعا الكي سي هنا بواحد هي الكي بي، ما تنساش التي اي هنا هتقسم الكي سي على التي اي يديك الكي اي. هنعمل رن دلوقتي ونشوف الناتج. طبعا هزود دي خليها مثلا 1.6 دي 1.8 مثلا، السيستم طلع انستيبل وهكذا. تقعد تظبط فيها لغايه ما ايه تحصل على الريسبونس المطلوب. زي ما قلنا ان الكي اي سي والتي اي والتي دي في الشكل ده، ان البي بيساوي هو الكي سي، اما الاي هو كي سي على التي اي، والدي هو كي سي مضروب في التي دي طبقا للمعادله اللي احنا شفناها من شويه. طبعا ده في حاله ان خدنا القيمه الكي سي ب 1.65% وده 7 وده 1.8. تعال نشوف القيم كده هنا 1.65. تعال نعمل رن كده نشوف الخارج. طبعا ايه
القيمة مش طالعة كاملة عندنا. ليه؟ لأن في جزء مقطوع من الواي، فأنا أجي هنا الواي بروبرتيز، ممكن أقول له أوتو سكيل. أوتو سكيل ده هيتحول على الرينج بتاع الرسمة، ويتحول أوتوماتيك على الرينج بتاع الرسمة. خلي بالك هنا الريفرنس أنت مدخله كام؟ ما تنساش الريفرنس أنا مدخله زيرو. تعال كده نشوف ال يعني انا مدخل الريفرنس زيرو والديستربنس ليها قيمه ويندو. هتلاقي بص كده قيمه تقريبا، بص كده هيستقر عند الزيرو تقريبا. طيب تعال نخلي دي ستيب الفاينل فاليو خليها واحد. اوكي شوف ران تبانل ران. نفس المشكلة اكس هنخليها مثلا ايه اوتو سكيل، والواي مثلا اوتو سكيل. اولا هنخليها بروبرتيز من هنا. طبعا هو اوتو سكيل واخد قيمة، فقيمة مش مطلوبة، يبقى انا اغيرها له هنا لان هو واخد الرينج مش مظبوط. تمام. طبعا انا بشكركم وبعتذر لطول الفيديو. شكرا جزيلا على حضرتك.